اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج هاني ومريم في بلاد الامريكان. حلقه النهارده عن الاجازات، الاجازه في امريكا، الفيكيشن. النهارده هنتكلم على مارتل بيتش. مارتل بيتش ده شط بحر موجود في ساوث كارولينا، وعلى تقريبا على بعد 7 ساعات من هنا من دي سي. البيتش ده من اللي بيميزه ان الشط بينه وبين يعني من الاوتيل للبحر مش مسافة، ما بتمشيش مش زي فيرجينيا بيتش بتمشي مسافة طويلة وبتعدي على البورد واك. لا، ده هنا المسافة صغيرة تقدر انك تخش فيها، ما تمشيش كتير يعني. وكمان اغلب الاوتيلات هناك بتكون فرونت اوشن، حتى لو انت واخد اوشن فيو مش اوشن فرونت، بتقدر برضو بتشوف المحيط كله زي ما انت بتشوف، زي ما انت شايف ده الصوره دي من الاوضه عندنا فوق، بس احنا كنا واخدين اوشن فرونت. اغلبيه الاوتيلات مش واخده عرض وطول، هي واخده عرض بس او وفي طول، يعني مش عرض بس كده، مش واخده بس عرض، لا واخده كمان بالطول. واغلبيتها ريزورت مش اوتيلات لازقه ببعض، فانت بتبقى شايف البحر يعني. كمان بيبقى اغلبيه الاوتيلات فيها بول، اندور بول. الناس اللي ما بتحبش مثلا الاوشن والكلام ده، في اندور بول زي ما احنا شفنا في الصور قبل كده. ممكن كمان بعد ما في يعني اليوم بتقضي الصبح طبعا على الشط، بعد الظهر بقى في عندك خروجات. في عندك حتتين في مارتل بيتش. اولا الجزء اللي انتوا شفتوه في مارتل بيتش اللي احنا اللي انتوا بتشوفوه دلوقتي ده الجنوب، ساوث مارتل بيتش. في النورث، النورث مارتل بيتش دي في الاتراكشن هنتكلم عليها بعدين. في الساوث في مكانين الخروج، بورد واي وبورد واك. فبورد واي في الاماكن الخروج دي فيها اتراكشن للعيال لو انتوا حابين تعملوا في الاتراكشن، وفيها مطاعم لو تروحوا تاكلوا. بيبقى دايما من الساعه 7 للساعه 9. هتلاقوا كمان شو الراجل اللي بيغني هناك، هتلاقوا الحبل اللي تعدي عند الميه دي، هتلاقوا بوت، هتلاقوا الكاريكاتير هناك، هتلاقوا تعدلوا يحطوا ايديكم في الوكس. في محلات هناك كمان كتيرة، في مثلا بيعملوا كاستمايز للشباشب للبنات، وبيعملوا الجزم اللي بتنور هناك كانت موجودة برضو شفناها هناك. والكاريكاتير طول ما انت ماشي بتلاقي الكاريكاتير موجود. المكان ده فيه كمان اللي هو متحف الاسماك، حلو قوي من جوه. وفي البيت المقلوب زي ما انتوا شايفين كده بتصور في الصور البيت المقلوب. في فير كمان، في ملاهي دي حلوه، دي الملاهي الكبيره دي محدش يخاف منها، السكاي ويل دي محدش يخاف منها، دي يعني عاديه خالص. انا احنا هي بس انت متشعلق على ارتفاع عالي، بس هي مش يعني مش صعبه قوي. الراجل كمان اللي بيغني اللي بنقول اللي قلت عليه بيجي دايما من الساعه 7 ل 9، فالعيال بيبقوا مبسوطين معاه، بيعمل شو حلو قوي. I just might have a problem that you'd understand. كمان بيبقى دايما على الساعه 10 بيعملوا من 9 من 10 لربع ال 10 بيعملوا ضرب النار في المكان. طبعا اغلبيه الاماكن الساعه 10 دي بتكون متقفله، ولو عندك ثاندر ستورم برده الاماكن بتكون مقفله، فنخلي بالنا لو احنا بنحجز. هتقولي بنحجز منين؟ انا عن نفسي كنت جايبه الاوتيل ده من على الاوتيل نفسه، موقع الاوتيل، انا كنت عارفه الاوتيل ده من قبل كده. بتخش من بوكين او جروب اون، في اسعار بتبقى حلوه قوي. وكمان عندك تقدر تجيب الاتراكشن ارخص من على جروب اون. في مكان تاني في الخروجات اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي، هنتكلم على البورد واك. البورد واك دي ملهاش ركنة، فانت هتروح تركن تقريبا في ركنة ب$10 لليوم لساعتين، وفي ب$5 لليوم، فانت تشوف انهي واحدة اللي انت عايزها. $5 دي ابعد شوية، هتروح تركن عربيتك وتتمشى فيها. هي في عبارة عن ممشى بورد على المية
وبرضه بيعملوا نفس الشو اللي موجود، ناس بتغني وجايبين، كانوا يوميها كانوا جايبين إلسا وآنا وكانوا قاعدين بشو كده وناس بتتصور. برضه في المكان ده في مطاعم وفي محلات وفي ناس بتعمل تاتو، وفي هتلاقيكم برضه شايفين في الصور الأناناس اللي أنا كنت بشربه والبطيخ دي، كانت حلوة قوي بصراحة يعني، دي من الحاجات اللي أنا عجبتني قوي هناك. اليوم ده احنا كان في ستورم الاخر يوم ده، ففي كان ستورم، فبرضه خلوا بالكم ان البلد بتقفل كاتراكشن، بتقفل مع عند ستورم. عندك كمان هنا ده محل الكاندي اللي احنا عملناه اللي هو ايت شوجر، فكان حلو. المحل موجود هنا منه في ناشونال هاربر، فبرضه لقيناه هناك، فحلو العيال عجبهم، فحاجه فن للعيال. الايس كريم بتاعهم كمان حلو قوي قوي يعني، المانجا كانت خطيره والنوتيلا كانت حلوه. ده محل الاناناس اللي انا قلت عليه، هي حلوه قوي الاناناسيه. في البورد، في البورد واك ب $11، في البورد واي ب $15، والبطيخه ب $11 برضو. فيبقى خلين بالكم من الاسعار، في مكان مكان بيختلف، بس هو كل الاماكن نفس القصه. احنا عجبنا البورد، احنا يعني دي تاني سنه في مارتل بيتش، احنا تعتبر يعني احنا عارفه الاماكن فيها شويه. هتيجي عندك بقى للنورث، النورث دي هاديه شويه. النورث كمان فيها الاتراكشن، زي لو انت هتركب بنانا بوت هتروح من النورث، البنانا بوت ب $25، ولو معاك كوبون هتجيبها ب 20، وفي محل اماكن تانية بتحطها ب 20 وبتجيبها ب 15 لما بتاخد الكوبون من بيبقى موجود. خلي بالكم في كوبونات بتبقى موجوده وانت ماشي في البلد، بتبقى تلاقي حاجه كده مكتوب في فري، خد الكوبونات دي لو انت هتعمل اتراكشن فيها حاجات بخصومات. احنا ركبنا الباراشوت برضو السنه دي، احنا عملنا الباراشوت السنه اللي قبل كده، احنا كنا ركبنا الهليكوبتر. الهليكوبتر الفرد ب 20، ولو معاك الكوبون اللي بقول لك عليه ده بتاخد، هي الطياره بتشيل اتنين، فبتبقى هي بتاخد دقيقتين او يعني 5 دقائق، هي 5 دقايق الهليكوبتر، فهي يعني بتبقى الاتنين مع بعض، فبيحسب لك $5 على الرايد لوحدها. البنانا بوت من الحاجات الحلوه، بس لما تاخدوش التليفونات معاك وانتوا طالعين البنانا بوت، تكتبوا التليفونات في العربيه لو ولا هيعمل بنانا بوت. في الباراشوت كمان، وفي انك بتركب مركب بتروح تشوف الدلافين. هو دي مدتها طويله يعني، احنا ركبنا 10 الصبح رجينا الساعه 1:30، وانت ما بتشوفش الدلافين غير 3 4 دقايق، لو بتبقى على بعد، فيعني هي مش فان قوي للعيال، وخصوصا لو معاكوا عيال صغيره. هي بس جاست ان انت بتاخد مركب في الميه، وما يعني وما انصحش انك تاخدوها الصبح يعني، كمان بيبقى الجو حر. في حاجات حلوه في مارتل بيتش بتختلف عن فيرجينيا بيتش في الاتراكشن. الاتراكشن هنا اكتر شويه عن فيرجينيا بيتش، تقريبا كله ليها اللي بيميزها يعني، فده الحاجات اللي احنا عجبتنا في ده. طبعا البحر بالليل، البيتش بالليل الناس قاعده عليه يعني، لغايه الساعه 12 بالليل ممكن تلاقي ناس قاعده في الميه بتعوم. هو من الاماكن الحلوه جدا، الميه دافيه بتختلف عن فيرجينيا بيتش او اوشن سيتي، الميه ساقعه. هنا الميه دافيه شويه، انا بقربها يعني هنقول مثلا زي، مش هقول زي شرم الشيخ، بس قريبه لشرم الشيخ كجو. في نهايه الحلقه اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، ونشوفكم في حلقات تانية جايه كتير من هاني ومريم في بلاد الامريكان. وفي حلقات حلوه قوي هتيجي عن المحلات الاكل هننزلها قريب، والفسح اللي موجوده هنا، وهتكلمكم على فيديو مفصل على الخروجات، بس دعونا كده ان هاني يفضل يخلص لي كل الفيديوهات المتاخره اللي عنده. اجازه سعيده عليكم، واستمتعوا بالصيف. المدارس خلاص فاضلش عليه لاقل من شهر اهو، يا ريت نستمتع كلنا بالصيف مع اولادنا ونستفاد بالوقت ده. نشوفكم في حلقه تانية جديده من هاني ومريم، ما تنسوش لايك وسبسكرايب للصفحه وشير للفيديو.